لا شك أنه أولاً خلينا نقول في المبدأ أن هذا التقارب الإيراني السعودي أمر مفيد وجيد على مستوى المنطقة، وإذا قلنا أنه مفيد فهو لأنه يمكن أن يساهم في انحسار دور الميليشيات في الحياة السياسية على حساب الدولة، بمعنى أنه في ظل هذا الصراع الذي قام بين إيران والسعودية شهدنا تمدداً واسعاً لمنظومة الميليشيات على أكثر من صعيد، من اليمن إلى سوريا إلى لبنان حتى العراق، وهذا دائماً كان على حساب مشروع الدولة، بمعنى أن هذه الميليشيات تحدث عن لبنان وسميهم ما شئت، لا تسمي الفصائل بالميليشيات رجاءً. أنا مولود بالعراق وأنا عراقي، بس إذا من شان الولاية لا نتشرف بمن يسمي الميليشيات بأنه عراقي، فبالتالي إلي في نمط الميليشياوي، في نمط ميليشياوي يقوم على حساب الدولة، هذا واقع. هلا بتسميه أشياء أخرى، لكن في قوى مسلحة موجودة في الشارع. ما أعرف إذا كان عندك بالأردن حتى بلبنان ما أعرف، لكن أقول الشيء العراقي ما أعرف في سوريا. بمعنى وجود الدولة وجود خليني أحكي ورد علي بعدين اللي بدك إياه. تفضل سيدنا، خليني احكي وبرد اللي بدك اياه. تجاوزات ردها فور الرجاء. انا بس عم بقول انه هذا واقع الحال اليوم، ان الميليشيات تنافس سلطه الدوله، القضاء معطل، قوى الامنيه ليس لها هيبه، الجيش ضعيف، في مقابل قوى اخرى ناشئه في المجتمع لا تلعب دورا ايجابيا في تعزيز سلطه الدوله، انما تساهم في مزيد من اضعاف الدوله وتراجع الدوله. بهذا المعنى